عدنا إليكم في الجلسة الثانية من ندوة وحفل توقيع الجزء الرابع من موسوعة الشخصيات النسائية العربية الرائدة في وسط جو من البهجة والسعادة والسرور. حقيقة لوجود القامات النسائية اللي أضفت علينا هذا الجو الجميل الرائع. الآن الكلمة مع زميلتي الشاعرة الأردنية الكبيرة الأستاذة وداد سلام الجرالنا، نائب رئيس لجنة التحكيم ومستشار الشبكة للشؤون الثقافية وعضو الهيئة العليا المنتخبة. تفضل. شكرا دكتور. مساء الخير، عدنا والعود أحمد. بهذه المناسبة الكريمة الجميلة العزيزة على قلوبنا وهو توقيع الجزء الرابع من موسوعة نساء عربيات رائدات، لابد من التكريم، والتكريم في أهله هذه المرة. التكريم جاء من البحرين، من جمعة خير التطوعي الأستاذة نجاة محمد. تتفضل تكرم الدكتور معتز، والأستاذة لطيفة تتفضل تكرم الدكتور معتز. أنا بس عاوز أكرم الدكتور الشاعر الدكتور. السؤال يا دكتور. يا سلام. ما شاء الله. شكرا. الدكتور واحنا حابين ان يعني ندي شاي لناصر الخليج ودلة القهوة. تكون ذكرى جميلة، وعنوان تبع عنوان الرائدة البحرينية نجاة محمد عبيد يستاهل التكريم. والان راح نكرمه من مركز النماء من الاستاذ عبد الرحمن بن جاسم الغانم. وشكرا يا دكتور، الله يعطيك الصحة والعافية، وشكر جزيل للجميع. شكرا جزيلا لمركزكم. شكرا جزيلا لهذا التكريم الجميل من الأستاذة نجاة محمد عبيد من البحرين والأستاذة لطيفة، وشكرا جزيلا لمركز نماء والدكتور عبد الرحمن الغانم على هذا التكريم. وكان المفروض يحضر معنا لكن ظروف عمله حالت، ولكن تمثله أستاذة لطيفة. أشكركم جدا جدا، وشكرا لأهل البحرين الغاليين على قلوبنا جدا. شكرا جزيلا. يعني بشكر البحرين على هذه اللفتة الطيبة، أشكرها يعني هي تمثل شعب البحرين اللي له مكانة كبيرة في قلوبنا. والحقيقة إن ملك البحرين أشاد بالشبكة عام 2018، لأن إحنا كان لنا دور في دخول 12 سيدة في مجلس النواب البحريني. والحقيقة الملك جلالة الملك أشاد بنا جدا في بيان رسمي منشور على وكالة الأنباء البحرينية. راح نوزع عليكم إن شاء الله علمنا اللي نفتخر فيه وعلم كل الدول العربية. شكرا. الله يسلمكم وشرف لكم. لجنة التنظيم تساعد في توزيع الحياة. تعالى تراك فيها. شكرا على هذه اللفتة الطيبة. المملكة البحرين المرأة البحرينية الرائدة. مشكلة.
مكرر التحيه والشكر والتقدير لمركز عناير دكتور انمار، للمعالي الدكتور عبد الرحمن الجاسم، الاستاذه نجاه محمد عبيد، والاستاذه لطيفه، اشكرهم جميعا، بحييهم يعني تحيه تقدير واحترام. ارجو من ان تستعد الدكتوره رهيله حسين ناصر عمير من الجمهوريه اليمنيه. الدكتوره رهيله دي قصه جميله قوي، معانا بقى لها 5 سنين قياديه في الشبكه، عضو الهيئة العليا، نائب عميد كلية التربية جامعة عدن، والحقيقة بقى لها 2 سنين ما حضرتش معانا، لها مكانة كبيرة في قلوبنا جميعا، يعني تمثل اليمن خير تمثيل. هي في الجزء الثاني من موسوعة الشخصيات النسائية العربية الرائدة، والحقيقة إن إحنا محتفظين في أرشيفنا بالكتاب بالنسخة اللي وقع عليها كل الرائدات زميلاتك، فلتتفضل بالتوقيع. كان مفترضا طبعا التصفيق يدل على شعبيتها الكبيره يعني. كان مفترضا ان تحضر في شهر فبراير الماضي، لكن هي حضرت وتشرفنا بها، ادعوها الان الى التوقيع. الآن تكريما الدكتورة رشا الشربيني تسلمها ميدالية دخولها الموسوعة، والدكتورة زينب الأغا تسلمها شهادة بدخولها الموسوعة وشهادة تقدير يعني. ألف مبروك. نموذج مشرف لليمن الحبيب، أرض الحضارة، واليمن يمرض ولا يموت ابدا. ادعو معالي الدكتوره رهيله حسين ناصر عمير لالقاء كلمتها امام الحاضرين بصفتها رائده من رائدات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسعد الله مساءكم كل خير، مساء الورد، مساءكم جميل جميعا. من أرض الجنتين كما وصفها القرآن، من أرض اليمن، أرض اليمن السعيد. أولا اسمحوا لي أن أحيي من هذا المكان المرأة الفلسطينية الصامدة المناضلة. نسأل الله العون والنصر لغزة وفلسطين. طبعاً يسعدني هنا أن أكون في هذا الجمع الذي يضم قامات وهامات مجتمعية من مختلف التخصصات العلمية والعملية ودول الخبرات يعني العلمية والعملية، وكذلك من القيادات النسوية العربية بشكل عام يعني. كما أتمنى هنا من خلال شبكة عالم المرأة العربية كوني عضوة في هذه الشبكة، أن تكون من نشاطاتها في المستقبل هو النظر إلى الدول العربية. هناك دول عربية تعاني من صراعات داخلية، ونجد أن المرأة تعاني من تبعات هذه الصراعات، فبالتالي تحتاج إلى الدعم الاقتصادي والنفسي لها. وأكيد يعني دكتور معتز يعني له الشكر والتقدير للجهود المتميزة التي يبذلها في العمل على نجاح شبكة أعلام المرأة العربية. طبعا كل الشكر والتقدير للجميع، للجميلات، للنسوة التي أتوا من جميع أنحاء الدول العربية. الكل يعني بالنسبة لي أنا كنت جاية برغم عندي ظروف يعني مرضية، إلا إنه حاولت إني أنا أتواجد في هذا المحفل يعني.
طبعا ممكن اعرفكم من اسمي واعرفكم بالدكتور معتز. انا نائبه الدراسات العليا والبحث العلمي في كليه التربيه عدن ورئيس قسم علم النفس سابقا وناشطه اجتماعيه وثقافيه في اليمن. طبعا هذه نقول المناصب او القياده التي انا اخذتها طبعا ما كانتش بالسهوله يعني، لانه دائما يمكن انا حتى الان اقول شيء قد يكون نحن المراه احنا نجد ممكن نقول العنف او الاعتراض من المراه تجاه المراه يعني احيانا يعني عندما تقلدت هذه المناصب واجهت صعوبات وتحديات، فحاولت اني انا اثبت ان المراه قادره برغم انه كان هنا في مراهنات على اني سوف افشل خلال اسبوع، لان كان منصب الدراسات العليا والبحث العلمي في الكليه يعاني من مشاكل عديده، الا اني حاولت اني اثبت للجميع ان المراه قادره برغم الظروف التي نحن نعاني منها والمعدمه الغير موجوده في الجامعه نحن نعاني منها، تمام؟ الا انه بالوسائل البسيطة الموجودة تحديت كل شيء وحاولت إني أوصل الدراسات العليا لنجاح كبير يعني نقول الحمد لله، يعني ما أمدحش نفسي ولكن بشهادة الآخرين، وكان جميل جدا إني أجد يعني من الزملاء اللي تحدوا إني أنا غير قادرة جاءوا لعندي قالوا نشكرك على إنك يعني وصلتي إلى النجاح. إحنا ما كناش نتوقع إنك ممكن توصلي، ونقول الحمد لله يعني طبعا شكرا للجميع كلا باسمه وصفته، وأنا سعيدة جدا أنا اليوم إني تعرفت على يعني كوكبة جميلة من النسوة والزملاء وشكرا. شكرا معالي الدكتورة رحيلة حسين ناصر عمير من الجمهورية اليمنية على هذه الكلمة الطيبة، نشكرها جدا جدا. طبعا الان هنسلم الاستاذه سعاد مندوح احمد قرار انضمامها قياديه وعضو المجلس الاستشاري في شبكه اعلام المراه العربيه، هتسلمها الدكتوره زينب الاغا هذه الشهاده، هذا القرار بانضمامها قياديه وعضو المجلس الاستشاري في الشبكه. سعيدة جدا ان انا في شبكة اعلام المرأة العربية، وبين عايزة اقول ان انا في وسط ناس انا اتشرف بوجودي معكم جدا، وانا سعيدة ان انا انضممت في شبكة المرأة العربية، لان هنا المرأة العربية شفت نماذج من احسن وأفضل نماذج للمرأة العربية في العالم العربي كله، وأنا سعيدة بكم جدا. التركيز بيصير الأم المثالية. الحقيقة الأم المثالية أنا مش هقول حدود للأم المثالية، بس أنا هقول إن أنا أعطيت كل شيء، ما بخلتش بشيء ولا دورت على نفسي أبدا بجد. ممكن أكون أقل أو أكتر، بس اللي أعرفه أن أنا أخلصت وأعطيت كل شيء، ما دورتش على نفسي قد ما أدور على ولادي، وبعدين بعد ولادي عملي علشان أكون أوصل بمستوى المرأة. أنا دايما أبص للمرأة من زمان أن هي حاجة تقدر تبني، مع احترامي للرجل، بس انا دايما اقول ان المراه
تقدر تخلي الحياة جنة، والمرأة تقدر تخلي الحياة نار. فأنا مع الست اللي تخلي الحياة جنة. أنا مع شباب سلمكم بسرعة. شكرا 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 على هذه الكلمة الجميلة الأستاذة سعاد ممدوح أحمد. حان الدور الآن للدكتورة عبير عوف صاحبة مبادرة زواج آمن. أعتقد هذه المبادرة قبل انضمامها للشبكة انضمت للشبكة العام الماضي، والشبكة تبنت هذه المبادرة. فهتحدثكم عن بعض التجارب وبعض الخبرات وبعض الأمور. معك 15 دقيقة يا دكتورة عبير. شكرا مرة تانية. ومن تخلي حياة الست جنة، الله لما بقولي الست تخلي حياة الناس جنة وهي جنة. مبادرة زواج آمنة الحقيقة فيها أمن ضد العنف. زواج ببقى فاهمة أنا هتجوز لي، ببقى فاهمة يعني أنا هلبي احتياجات شريك حياتي إزاي وهو هيلبي لي احتياجات إزاي. أمان، طمأنينة، ده زواج آمن. طيب احنا النهارده لو اتكلمنا عن الادوار، احنا طبعا اتكلمنا في لقاءات سابقه يعني عن زواج امن والمبادره اللي الحمد لله بتحقق نجاح كبير قوي في الوطن العربي. هتكلم على الدور. الدور بقى غامض قوي بين الرجل والست، خاصه لما الست اشتغل بقى مش عارفين يعني ايه دوري وايه دورك قبل الزواج. فاحنا لو سمحتوا كده بقى عايزين نعرف ايه الدور المفروض البنوتة، وانا دايما بركز على البنات لان هي شوية فاضل يعني ايه زي ما انتم شايفين. انا بصوا يا جماعة انا اتكلم على طبيعتي، مش هتكلم، انا بتكلم باحصائيات، بتكلم باستشارات بنتائج بقى. خليني اكون على طبيعتي. اللي بيحصل دلوقتي مختلف شوية، الدور بقى غامض، وانا مش زي حضرتك خالص، انا ست انثى وليس ذكر كالانثى في كل حاجة، لا فكريا ولا سلوكيا ولا تصرفات ولا ردة فعل ولا حاجة خالص. بالأبحاث دخلوا الدماغ كده، دخلوا وشافوا الوظائف وشافوا كل، الحمد لله العلم قال ان مش زي بعض خالص في ولا حاجة. طب ازاي ادوارنا بقى تبقى متشابهة؟ ازاي ان احنا بقى زي بعض؟ لا مش هينفع نبقى زي بعض. طيب انا دلوقتي بلوم شوية على الآباء للأسف اليومين دول. اليومين دول الاب بيقول لها بصي يا بنوتي حبيبتي، على فكره هو منتشر في معظم الدول العربيه وانا لمسه ده كويس قوي، علمتك، كبرتي، سلاحك، شهادتك، يلا حبيبتي جهزي نفسك بقى. ايه يعني يعني ايه يا فندم؟ ايه يا بابا؟ ايه يا عم الحاج؟ ده مسؤوليتك. البنت لازم تتعلم ان المسؤوليه مسؤوليه الرجال مش مسؤوليتها هي. يلا بقى جوزي نفسك، تعملي جمعيات، تعملي مش عارفه ايه. والبنت بتبقى مش عارفه هو بابا صح ولا بابا غلط. لا بابا غلط، لا بابا غلط، بابا يجوزك ويدلعك ويتصرف بقى، يستلف يا من اخوه من حد، من يعمل زي فيلم ابو العروسه لما خد سلفه، لو حد عارف عماد حمدي، يعمل اي حاجه، يعمل اي حاجه الا انت يا حبيبتي، انت بنوته ولازم تتعلمي من الاول ان مش من مسؤوليتك انك تجوزي نفسك. هو والله يتفق مع العريس معهوش فلوس، يجي يقول والله انا امكانياتي كده، عاجبك اهلا وسهلا، هجوزها المهر بتاعنا بالقران سوره ياسين ان شاء الله. احنا حته ان احنا نعمل الكلام ده كله ونضغط البنات، البنت بتبقى حاسه ان في حاجه غلط ومش عارفه. طيب في المبادره بقى وفي التاهيل، احنا عندنا اللي فات ده حماده والتاهيل حماده تانية خالص بقى، معلومه حاجه تانية خالص. اول حاجه هتختبري فيه الدور مع العريس المسؤوليه. تشوفي احنا كده بقى ايه الباشا اللي متقدم ده بقى هيتحمل المسؤوليه ولا من الاول، لان دي اساس دور الراجل في الحياه. وعلى فكره الراجل لما يتحمل مسؤوليته بيبقى منتهى القوه، منتهى القوة، لأن ده وضعه، ده فطرته، هو ربنا خلقه كده. فاحنا هنيجي نقول من الأول خالص، تشوف لنا بقى كده العريس، تقعدي بقى معاه قعدتين ثلاثة، وأول يا حبيبة قلبي ما هيقولك والله خلاص احنا بقى هنبدأ بقى نجهز الشقة، احنا بنتلخم على فكرة في الأساس والعشاء وهنعمل ونسوي، لا
نحن نركز بقى شوية كتير في موضوع المستقبل العريس ده بي بي ايه. فالحقيقة أول حاجة هنشوف المسؤولية، أول حاجة هنشوف دوره في المسؤولية. أول ما يقولك والله بقى روحي تبع العمال أو روحي أو جايبك حتى مهندس ديكور وهديك الفلوس اللي انت عايزاها قولي له لا. المسؤوليه احنا هنفتح باب التعليقات. عاوزينك يا دكتوره عبير تقولي لنا ايه اهم التجارب وايه اهم الحاجات اللي خرجت بيها من هذه التجربه بتاعت حضرتك. ايه اسباب الطلاق، ايه اسباب الزواج الناجح، الحاجات دي. ما هي اسباب الطلاق؟ وطبعا مع اعتبار ان هي بتقوله مش ممكن يبقى مش في كل الدول، لكن احنا بنقول ان الراجل مسؤول بالفطره. يعني احنا بنقول ان الراجل مسؤول بالفطره والست دورها. الاهم الحاجات اللي بتحصل منها طلاق رسمي وطلاق اللي هي الطلاق العاطفي والطلاق الصامت ان ما حدش بيقوم بالدور بتاعه بالصح. فاحنا بنقول كل واحد يقوم. طب انا ضد شغل المراه؟ لا مش ضد شغل المراه ابدا، بس هل انت بتحسي براحه؟ المراه لازم تحس بالراحه. لو حست بالراحه في العمل الف مبروك عليه. وساعات بنقول يجب ان المراه تشتغل. في راجل ساعات يا جماعه هو طبيعته كده، او هو راجل مثلا عنده مرض ما او حاجه زي كده، فهي لازم تقوم بالمهم. وسر مهم جدا عن المراه، المراه اللي لقت في البيت ما حدش بيقود هي لا تقود، تاخد القياده من الراجل على طول، لان هي ما ينفعش تحب الامان. ما ينفعش ان البيت ما يبقاش امنه بالنسبه للمبادره وبالنسبه للنجاحات اللي فيها، ان كل واحد يقوم بدوره. ودور المراه في الاساس بجانب الشغل وبجانب لانها اصلا بتضغط يا جماعه. ما هو لازم انا اقول لكم الحقيقه اللي بتحصل. يعني خليني اتكلم طبعا مصر. اللي بيحصل ان هي المراه بتروح بعد كده، احنا عارفين نهايه الفيلم بقى، بعد كده بتشتغل وبعد الشغل بترجع علشان الاولاد وتوديهم لازم التمارين السباحه والكاراتيه. ده اساسي، لازم الكاراتيه، لازم الولد يبقى كويس ولازم اروح بعد الشغل واعلمه واوديه، وبعدين اثناء ما هو بيلعب انا بذاكر للولد الثاني، وبعدين برجع منهكه، وبعدين انوثتي بتروح. وبعد كده يقولوا طلاق، وبعد كده تيجي مضغوطه. تيجي تقول انا مش عارفه مالي، انا حاسه طبعا نكد، طبعا شكوى، طبعا مش المسؤوليات كتير قوي، وهو خلاص قعد. هو دلوقتي المسؤوليات اتحملت كلها على المراه وقعد. فمن الاول خالص بنقول، لان بعد كده اكتئاب، قلق، انا حاسه ان انا مش سعيده، حاسه ان انا ضايعه، حاسه ان انا منفصله عن العالم، مش حاسه ان انا مبسوطه قوي. ما هو ليه الكلام ده كله؟ علشان انت تحملتي فوق ادوارك. انت ليكي ادوار معينه هتعمليها عشان الاول تحسي بانوثتك. المراه طلعت القمر، بتطلع القمر وكل مرتاحه. السؤال مرتاحه؟ لو مرتاحه الف مبروك عليكي، الف مبروك عليكي الحياه. اما لو مش مرتاحه او هي تعبانه او كده، لا، الاجهاد الزياده ده لازم نحدد من الاول دورنا. انت دورك ايه وانا دور ايه. حتى يسالني يا الست دورها ايه بقى في الجواز؟ الراجل مسؤول والراجل حاجاته محسوسه كده ومعروفه. انا بقبض 1000 بديكي 1000، بديكي مثلا 700 ناقصين بديكم 100 و1200 مش عارفه ايه. اما دور الست ايه؟ الست اللي هي حتى قاعده في البيت دورها ايه؟ بيقعد يقول لها انا مش شايف لك دور. دورها ايه الست؟ دورها معنوي. دورها معنوي، واقوى دور للمراه هو الدور المعنوي. واللي عارف كده من زمان مين؟ سيدنا ادم. سيدنا ادم راح الجنه بكل جمالها واستوحش، قال في حاجه ناقصه. في حاجه هنا ناقصه. في روح ناقصه. والله لو قصر وما فيهوش ست خلاص انتهى القصر. الامراه الروح السكن في حاجه ناقصه. واول ما جت حواء خرجت من ضلعه وكما يقال احبها، اول ما شافها احبها على طول، حس ان هي دي اللي ناقصه، هي دي الحياه بتاعته. عاوزينك يا دكتوره عبير تقول لنا ايه اللي نجح الزواج وايه اسباب الطلاق؟ اسباب الطلاق كتير. لا، عاوزين ايه اللي نجح الزواج؟ اللي نجح الزواج خلال تجاربك، يعني اللي نجح الزواج ان انا ابقى فاهمه كويس قوي قوي ادواري، ابقى فاهمه قوي الفروق النفسيه بين الراجل والمراه. من اكتر المشكلات اللي بتيجي انا مش فاهمه طبيعته ولا هو فاهم طبيعتي، انا مش فاهماه ولا هو فاهمني. دي من ضمن اكتر الاسباب. التكافؤ مش موجود. الايه؟ التكافؤ. ما هو التكافؤ في الثقافه، التكافؤ في كل حاجه. بنعمل له حاجه بسيطه قوي علشان نخرج
نخلص من موضوع التكافؤ ده والتوافق بيبقى عندنا اختبار اسمه التوافق الزواجي، بيشمل كل حاجه بقى، الطباعه الشخصيه والتامل في الروح النفسيه والطبايع والكلام ده كله. هي المراه ناجحه والمراه جميله، بس ايه ارسالتها ودورها؟ هي حباه، هي عايزه الرساله، هي عايزه الدور ده، لان هي الحياه متزنه. ولما حد توافق توافق ابتدى يرد على كل حاجة. هو انت بنروح بنعمل لنا الاختبار ده، بيفهمنا طبيعة الشخصية، بيفهمنا ازاي ان انا هنعرف بعض ازاي، والكلام ده كله في التوافق، اختبار توافق الشخصية بيريح الناس وبتبقى داخلة فاهمة الدنيا عاملة ازاي. باقي تلات دقايق او زي كنت قلنا اسباب الطلاق في التلات دقايق دول. اسباب الطلاق، اسباب الطلاق اما انا بقول لحضرتك، هي اهم حاجة ان هي المرأة تعرف دورها، تعرف دورها وتقدر على دورها، لان الادوار يعني ايه ملتبسه شويه، المراه بقت تتحمل وتغوط فوق طاقتها كانثى، فده بيخلي يعني انا دلوقتي انا دوري في الزواج ايه؟ هعمل واحد اثنين ثلاثه ابقى فاهمه الدور. لا وطبعا اسباب الطلاق في حاجات كتير جدا طبعا، يعني منها برده ساعات بيبقى بخل الزوج، بيبقى فيه تدخل الاهل، بيبقى فيه الاخلاقيات ان هو الاخلاق بتاعته مش يعني بعد الجواز اكتشفت ان الاخلاق يعني مش متناسبه معاها، حاجات كتير اسباب الطلاق. بس هي السوشيال ميديا ليها دور؟ السوشيال ميديا من اهم الادوار اللي هي بقت بتسبب الطلاق، وخاصه الطلاق الصامت بقى. انا ليا دراسه بتقول ان 27% من حالات الطلاق في العالم العربي بسبب السوشيال ميديا. ما هي السوشيال ميديا دلوقتي انا النهارده بفتح حياه الناس وبتفرج على حياه الناس وبشوف كل حاجه، وبعد اقارن وبعد اقول لا ده انا عايزه ابقى كذا وكذا وكذا، وهو في حاجات كتير وهميه وفي صور وفي لقطات. انا اشكرك يا دكتوره عبير. دلوقتي في تعليقين عليكي، اتفضلي يا دكتوره هيفاء مسعد ياسين. تعالي اتفضلي خدي الميكروفون وقولي تعليقك، وبعدين استاذ سامي الطرابيشي. صح لا عشان تطلعي في معلش حاضر اتفضلي مش هيطلع في الناس. تعالي دكتوره منى طه ثم الناشر استاذ سامي الطرابيشي. اتفضلي يا دكتوره منى طه قولي تعليق اتفضلي وبعدين هترد علي. السلام عليكم. تعليق في دقيقه واحده اتفضلي. طيب هو احنا هنرجع من الاول خالص. سبب الطلاق وزياده نسبته في الفتره دي التربيه. يعني دلوقتي الام المفروض والاب بيربوا اولادهم على حاجه واحده بس، قيمه الراجل. الراجل عندي قيمته ايه؟ يعني احنا زمان كان مفيش طلاق لان الست كانت مقدره الراجل وحاطاه فوق راسها، لان هي فعلا انا مش بقول ان هي بتشتغل عنده ولا ان هي اقل منه، بالعكس هي كانت بتقدره وهو كان بيحمي عليها وكان عارف قيمتها وما كانش بيفرط فيها ابدا. فالمفروض لو كل اب وكل ام زرعوا الفكر ده في نفوس ولادهم هنلاقي الراجل بيحترم الست جدا، وبرضه الست بتحترم الراجل جدا. هل يا ترى الشغل او عمل المراه هو اللي عمل فيه نديه ما بين الاثنين واستقلالها ماديا، او ان هي بقى عندها دخل زياده؟ ده ممكن يكون سبب، بس لو في الاساس هي الست يعني عندها المبدا ده هيبقى طاغي عن عملها، لان برضو في يعني في العصور اللي قبل كده او في الجيل السابق كان في ستات بتشتغل وكانت واصله لمستويات علميه كبيره وبتشتغل ست عامله وفي مناصب كبيره، وفي نفس الوقت كانت متمسكه، كان بيتها واولادها وزوجها رقم واحد. بعد كده ياتي في المرتبه الثانيه شغلها، وياتي في المرتبه الثانيه يعني علمها وثقافتها والكلام ده. فانا شايفه ان هو ده سبب رئيسي لزيادة نسبه الطلاق، فده دورنا، دور ال ال اشكرك يا دكتوره ودور السوشيال ميديا ان احنا نرجع الفكر ده يكون في كل اسره. شكرا. دكتوره هيفاء مسعد ياسين. هو اكيد لازم الراجل يحس ان هو القائد وهو العمود وهو اساس البيت. شكرا. وهو كل حاجه علشان حياته تستوي، وهو والمراه بالمناسبه هي برضه بتحب ان الراجل يبقى قوي. دكتوره هيفاء مسعد ياسين من اليمن الحبيب. نسمع يا جماعه التعليقات. التجارب بتختلف من دوله لاخرى، يعني هي بتقول لما يتزوج يعني لما بتبدا البنت بتكبر وبتخلص الجامعه فبيخليها الاب خلص يعني اختصري الموضوع وخليكي انت اللي تعملي عرسك وفرحك وكذا. لا بتختلف، يعني بالعكس عندنا يعني مثلا تجربتنا في اليمن بالعكس هو بيفرح لبنته وبيساعد، ما في عندنا حاجه اسمها انه يشارك مثلا في
العفش زي ما عندك في عرشي. انا بتكلم على خليت الرجل. انا اطرحي سؤالك وبعدين هي تجاوب. طيب انت بتقولي مسؤوليه الرجل في البنوت ده خلاص ده بنتكلم فيه. انما البنوته بقى دورها ايه في الجواز؟ هل هي بتعمل برضه تكون برضه يعني احنا وصلنا هنا ان احنا بقينا نشتغل في اوبر مكلفه؟ حد عنده فكره بالموضوع ده؟ لا في كل العالم في السعوديه عندنا شغل بتشتغل في اوبر مكلفه ماشي لما بيشتغلوا بيحسوا ان ده فرصه عشان الزواج او الطلاق. الطلاق بيكون هذا اسباب الطلاق الاساسيه من الاهل يعني ممكن نسمع يا جماعه يعني مثلا بيرجع بيعتمد على الله. الخلاصه يا دكتوره ايفاء خلاص يعني انه في تجربه عن تجربه تختلف. طبعا طبعا ده استاذ سامي الطرابيشي الناشر المعروف. هنعمل الاسئله وبعدين تقول لنا. طبعا بحترم وجهه نظره وهي فعلا بتختلف من دوله لدوله بس احنا بنتكلم على انا النهارده بقول لكم يا جماعه نهايه الفيلم بعد ما هي البنت كده بعد ما بتتجوز ما هو عادي هي بتعمل كل حاجه ممكن تجيب السباك في ايديها يلا وهي اللي تقف مع العمال. لا لا يا بيبي والله ما اقف مع العمال. ايه انت راجل؟ ايه انت راجل يا حبيبي اللي تقف؟ مين ده اللي تقف؟ انا يا فندم انا مع العمال. استاذ سامي الطرابيشي اتفضل اطرح سؤالك. ده شيء طبيعي. ثم الاستاذه خبير التعليم والقضيه بالشبكه الاستاذه امين نجيب ثم الدكتوره ياسمين صالح محمد الفطيم صح كده؟ عشان بتحب اسمك رباعي عادي. يعني الزوجة تقف مع جوزها ما تقفش مع أبوها المشكلة يعني ما تقف مع أبوها ازاي تقف مع جوزها ما تقفش مع أبوها. لا أنا بقول هي لا تقف مع أبوها ولا تقف مع جوزها وبعدين عدت حبها وخرجته من الجنة. إيه بقى هقول لك على حاجة موضوع خرجته من الجنة ده معلش بقى معلش معلش استاذة إيمان اتفضلي. بالعكس ده هي زعلت منه إنها خانت إنها ما قالتلوش بلاش تعمل كده وفي أثر وفي كلام وفي بتاع ما خرجتش على فكرة. استاذة إيمان نجيب كابتن التعليم هو الراجل هو المسؤول وربنا قال له أنت المسؤول بس معاكي دقيقة ونص يا أستاذة إيمان. لا خلاص دقيقة ونص. أنا بس نفسي نعلم البنت إن احترام الزوج من احترام الأب. صح. بس ده خلاص دي كده. أنا أحترم الزوج من احترام أبوه. ومش معنى إن أنا أكون شخصية وأعرف إن أنا أعمل معاكي دقيقتين ده يقلل من قيمتي خالص. بالعكس دايما الراجل لما بيديها ثقة مش علشان اللي هو مبهدلها، لا ده عشان يحس إن في عمود في البيت ست. صحيح ولا لا؟ صح. لازم نعلم البنت اللي داخلة جديد ان الراجل ده اللي هتعيش معاه زي مامتها المفروض تتعامل مع باباها مش مجرد ان هي تلبس فستان وتعمل فرح وبعد كده ده ملوش لازمه. لازم نعرفها يعني ايه الحياه لان للاسف مفيش دلوقتي الامهات مفيش توعيه. انا تهالي احنا المفروض نعمل توعيه للامهات نفسها قبل ما تجوز ولادها لان هي اللي بتعينها على الفشل اساسا. دكتور دكتورة ياسمين صالح محمد الفاطمي بعدين الدكتور عبير ردي عليهم كلهم بعدين الدكتور سعيد الحمدان بس عايزين سؤال خفيف طبعا الاستاذه هيفاء قالت انه التجارب اسمع يا جماعه تمام طبعا انا اعتقد ان الزواج ينجح ودي نسبه اقل نسبه طلاق في اليمن. لماذا؟ لان المراه اكثر صبرا طبيعة المرأة أكثر صبرا والزواج ما بيعديش للبر الأمان إلا بالصبر. صح إلا بالصبر. أيوة المرأة صبورة مش معناها إنها صبورة إنها تقدم تنازلات مثل ما قلت. المرأة صبورة والرجل هو من يقود هذه السفينة ليعينها على الصبر. أيوة أيوة والقوامة ليست تحقير ولكنها تشريف للمرأة. لذلك المرأة يجب أن تكون صبورة صبورة ولا تقدم تنازلات. وكما تشرفت الأخت أيضا قالت أن احترام الزوج هو من احترام الأب. هذا صح. هذا أنا تربيت أن أرى والدتي تحترم والدي. يعني أبدا ما شفت يوم والدتي راحت السوق. والدي يروح كل يوم بالخضار وبكل حاجة وباللحمة ما تعرف السوق ما تعرف. ونفس الشيء أنا الآن مع زوجي يعني عايشين نفس الوضع. هو من يصرف ما يسألني وين فلوسك تروح أو تجي أبدا. فنحن في اليمن الحمد لله والحمد لله الرجل يعرف دوره الحمد لله ولله الحمد.
شكرا على هذه المداخلة الطيبة. آخر المعلقين الدكتور سعيد آل حمدان من السعودية، معاك دقيق 60 ثانية بالظبط. اتفضل. لسه ورانا فترة مهمة عشان عاوزين يعني. لا بصفتي مستشار أسري من خلال خبرتي مع الحالات اللي ذا، وصفتي سفير السعادة، أنا أقول إن السعادة اختيار. زين؟ والباقي كل حاجة اختيار. يعني أنا السعادة قرار والباقي كله خيار. أنا أكون سعيد لما أنا أتعلم منهج الزوجية. فعندنا دورات نقدمها قبل الزواج للمتزوجين اللي عايزين يتجوزوا عندنا في البلد، وأنا من ضمن الناس اللي أدربها. فأنا لما أنا أتربى على حاجة في بيتنا مو لازم أنا ألقاها عند الزوج اللي أنا بختاره. فلذلك كل واحد يمثل نفسه. أنا متعود على عيشة معينة، أروح أتفاجأ أن هذه العيشة مع الثاني لا. فهنا أقول لك أن السعادة قرار وليس. شكرا يا دكتور. المهندس محمد كيلاني مستشار الشبكة لشؤون التنمية المستدامة، عضو الهيئة العليا المنتخب، هو الراجل الوحيد المنتخب في الهيئة العليا من سبعة. السلام عليكم. الحقيقة أنا عايز أتكلم كأب. الدكتورة عبير قالت الأب وبنته مثلا هو مسؤول عن كل حاجة، وحقيقة هو مسؤول عن كل حاجة، بس ما يسيبش الدنيا. إحنا علمنا أولادنا، صرفنا عليهم كتير جدا في التعليم بالذات الفترة ده، ونوعيات التعليم اللي موجودة دلوقتي فبتصرفي أرقام مبالغ فيها. فأنا كأب لا، أنا بقول إن بنتي لازم تعتمد على نفسها حتى تشعر إنها إنسانة مسؤولة. إذا ما شعرتش بقيمة جابت لنفسها حاجة وبابا بيجيب لها كل حاجة، مش هتبقى زوجة صالحة، هتتعب زوجها. فأنا قصة إن الأب لا هو مسؤول، لا أنا مسؤول إن أنا علمتها ربيتها تربية نشأ كويس، خرجتها من جامعة كويسة، النهاردة هي تنطلق للحياة. انا شخصيا بعمل كده مع بنتي، بتبقى حاجه مزدوجه يعني، حضرتك بتساعدها برضه وبتخليها بساعدها، واحيانا بقرط عليها جدا برغم هي طفله كنتش بعارضها في اي حاجه. ليه؟ عشان تشعر بقيمه الدخل شكله ايه، وانها تبقى تساعد جوزها بعد كده لما جوزها يحتاجها يلاقيها. انا ما ينفعش ان انا اسيب لها الدنيا مفتوحه كده على الاخر وابقى انا مسؤول عن كل حاجه. لازم تشارك وتشارك بجديه. صحيح قد اكون مش محتاج لمشاركتها، بس مشاركتها دي هتنفعها في المستقبل، وده رايي الشخصي يعني. شكرا جزيلا. اخر المتداخلين في هذه الفقره الدكتور محمود العبيدي من دوله ليبيا الحبيبه، نرحب بيه وعاوز يعمل مداخله وظهور لافت لليبيا. السلام عليكم. والصلاه والسلام على رسول الله. انا نبي نطرح سؤال هو اقتراح، هل لو حد عنده شركه وقدم حتى الشركة يقبل من غير سي في، من غير شهادات، هل ممكن تعطي عربيتك أو سيارتك لحد ما عندهاش رخصة؟ المفروض الجواز يكون له رخصة، رخصة أبوة ورخصة أمومة. السلام عليكم. دكتور عبير معاكي 3 دقايق يرد على الناس. التأهيل هو الرخصة تمشي بيها طبعا. لما احنا بنعمل التوافقات ليه؟ ما انا مش هتوافق مع اي شخص ولا اي حد شخص يتوافق معايا. في ست تقول لك لا انا هتحمل المسؤولية كاملة، انا وسهلا زواجك ناجح الف مبروك، لكن ما تجيش تطلقي بقى، ما تجيش يبقى زواج على الورق وصامت، واللي احنا بنشوفه ده كله خناقات واولاد اجيال مريضه. الحمد لله العيال من كتر ما هم شايفين الاب في حته والام في حته. لا احنا بنتكلم يا جماعه ان بنتكلم شرع، الزوج مسؤول والاب بيعلم ولاده المسؤوليه. طب انا بشتغل والسؤال ده بيجي، انا بشتغل اعمل بقى ايه؟ انا بفلوسي اعمل ايه؟ فلوسي ما تدفعيش فواتير حضرتك، لا كهرباء ولا اقساط ولا كلام من ده. روحي بالفلوس الفواتير بالفلوس اللي انت بتجيبيها دي من شغلك، اعملي بيها حاجات، تجيبي اكل، تجيبي لبس، تجيبي حاجات مش ضروريه واساسيه ومجبره عليها. المراه نفسيتها يا جماعه لازم تشوفوها. المرأة من جوه بتحب تحس ان الراجل بيصرف عليها، بل بالعكس بتحب المكافآت. الراجل لو هيديها 1000 يديها 1100 شامبو وبلسم، لازم المكافأة هي اللي بتفرح الست. يعني هي دي طبيعتها، وطبيعتها امرأة الست الأنثى مستمتعة. انتوا بتشوفوها في الخطوبة بتبقى عمالة تفكر في الفستان والتصوير والراجل حاسس انه حمل،
فاساسا المراه مستمتعه وان ما كانتش الانثى تعيش بالراحه والهدوء والاستمتاع مش هتدي رب الحاجه. فهم بيسالوا اخر جمله اخر جمله هم بيسالوا هي الراجل ينجذب للمراه ازاي؟ هو مغناطيس انت انثى هو راجل خلاص خلصت القصه. شكرا. السلام عليكم. عبير على العصف الذهني. هدعو الدكتوره زينب الاغا لتكريم الدكتوره رشا الشربيني بميداليه الشبكه. نكرم الدكتوره رشا الشربيني على جهودها. يعني الحقيقه هي بتشتغل ليل نهار في الموسوعه وكلكم عارفينها تقريبا يعني مشهوره جدا. بتعمل في صمت دائما. أدعو المهندس محمد كيلاني أن يسلم الناشر سامي الطرابيشي ميدالية. تعالى أستاذ المهندس هتسلم أستاذ سامي ميدالية الشباب. اتفضل. المهندس محمد كيلاني عضو الهيئة العليا هيكرم الناشر الأستاذ سامي الطرابيشي ومستشار الشبكة للتنمية المستدامة. طبعا هو الناشر للموسوعات وهو اللي بيوديها جميع المعارض العربية. بس المشاهير دايما لا يتحدثون يعني صامتين. جميع المعارض العربيه الكبرى بتكون مصممه. شكرا يا استاذ سامي. ورجل يعمل في صامت الحقيقه. الان اخر فقره اللي هي المداخلات وتوجيه اسئله للرائدين. السؤال ما يبقاش لحد معين بيبقى لكل الرائدين. انا ببدا باول سؤال. ايه اصعب موقف واجهك في حياتك وحسيت ان ربنا سبحانه وتعالى كان واقف معاكي وصنع منك هذه الشخصية الرائدة؟ الإجابة متاحة لأي شخصية من الرائدين. أستاذة نجاة محمد عبيد من البحرين تتفضل بالإجابة على هذا السؤال. لو في أي شخصية نسائية عربية رائدة أخرى عاوزة تجاوب على نفسك تتفضل. ويا ريت نجهز أسئلة بقى، يعني نجهز أسئلة للرائدات. الدكتور سعيد يعمل عصف ذهني ويسأل أسئلة برضه والباقي يسأل. شكرا. لكن المفروض انتظرت السؤال الجواب انت سؤالك ليه كده جواب؟ لسه هتطلعي هنديك فرصه. سؤالك عن اصعب موقف واجهته في حياتي. يعني باختصار وفاه زوجي. كان اصعب موقف واجهته في حياتي. احسن الله يعطيك. الله يسلمك. وكان امامي اني انا يعني اتماسك علشان اولادي اقدر اخرجهم وازوجهم. وانا انسانة يعني وحيدة لا ام ولا اب. فكان هاي اصعب موقف واجهته. الله يسعدك. طلعت منه خلال سنتين عشان ما اكون وايد مثالية. نظمت امور المادية والمعنوية والاجتماعية. طلعنا ناس ودخلنا ناس في حياتنا لحد ما وصلت لهم مو المستوى اللي انا كنت فيه مع زوجي بل المستوى اللي اعلى. فالحمد لله. وطبعا دي كلها يعني اصيح عشان دي كلها بتوفيق من رب العالمين. طبعا يعني لولا ان رب العالمين وفقني كان ما قدرت اوصل لهي المستوى. يعطيكم العافيه. شكرا استاذه نجاة. مين عاوز يجاوب يا جماعه من الرائدات؟ اتفضلي. استاذه عواطف حرفوزه كويعة من دوله ليبيا الحبيبه وشخصيه رائعه بصراحه. سعيدنا بيكي جدا. هم حكوا لي عنك كتير وخصوصا السيده ابتسام بن عامر. لكن الحقيقه يعني لها الحق فعلا. يعني بارك الله فيك. بارك الله فيك. كبر الله مقدار. الموقف اللي كان النقطه الحاسمه في حياتي جوزي تعرض لمرض خطير جدا وانا كنت في مقتبل العمر. كيف بتجوز لي 4 سنوات لقيت روحي مسؤوله منه. يعني تقمصت دور الزوجه والاب والاخ والصديق لي. جريت عليه بكل ما تحمل معنى الكلمه. حسيت بروحي مسؤوله منه. انا يعني ضروري ما ندير له حل وندير له علاج. جريت عليه وليل طلعته للخارج ودار عمليه. وكانت هذه النقطه اللي خلتني نعيد حساباتي في الحياه كلها. ان الانسان يعتمد على نفسه وعلى رب العالمين فقط ويقول يا رب. والحمد لله. الحمد لله. وانت بصحه جيده. والحمد لله. جزاك الله كل خير وحفظ الله زوجك العزيز يا رب. دكتوره سلوى ثابت مفيش موقف عاوزه تقوليه او كده؟ او
الرائدات الدكتوره مادن. استاذه ابتسامات اتفضلي علقي تعليقك اللي عاوزه تنقيه على الدكتور محمود العبادي. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. دكتور سعيد فين العصف الذهني بتاع حضرتك؟ والله انا ما بتكلم. لا اتكلم يزعلني. لا اتكلم 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 هم هيردوا عليك ولا ما تخافش. يا دكتور بس في ملاحظه بالنسبه لحق كل المشاكل، المشكله لما نعرفها هي عباره عن وضع الشيء في غير مكانه، فهذه المشكله عدم معرفه نمط الزوج لزوجته او العكس صحيح الزوجه لزوجها هي سبب المشاكل. يعني بعض الاحيان تمر علينا مشاكل مثلا هو بصري زين ويجيب يعطيها كله كلمات حلوه احبك ما ادري شنو وكذا، لكن ما هي جايبه خبره، او هي سمعيه ويجيب لها هدايا ياما ولكن عمك اصمخ هي عايزه كلام حلو. فلذلك لو عرفنا احنا نمط الزوج او الزوجه عرفت نمط او الزوج عرف نمط زوجته حتختفي الاماكن والحياه شراكه مش مضبوط دكتور. تفضلي يا استاذه ابتسام. هي بالنسبه لي هي لكل قاعده شواد طبعا، واحنا تو بالنسبه لنا احنا في ليبيا يعني احنا مجتمعنا يختلف نوعا ما على باقي المجتمعات. تو احنا عندنا في الحوش مهما تكون المراه عامله وتقلدت مناصب ووصلت حتى وزيره، لكن في احنا القوامه في كل الاحوال تكون عند الرجل. يعني مهما وصلت لمنصب عالية، لكن لو يكون في إجحاف يعني من في حقها بتأكد إنها هي مش حتستمر الحياة بالطريقة يعني اللي هي مفروض تستمر بها. لكن إحنا عندنا في العائلة الليبية المرأة عندها زوجة يعني بدأ عندها تنازلات كثيرة في الحياة يعني باش تمر المركب. إحنا بالنسبة لي أنا نقول أني المرأة في البيت زي العاصفة، لما تمر لازم توطي باش تمر العاصفة باش تستمر الحياة، والا يعني وحنا يختلف مجتمعنا. وفي نقطه ثانيه معلش انا بنقولها للجميع الحاضرين، يعني الجماعة قصدك انه مش تتواطى، يعني قلت لك انا لفتره يعني حتى تمر العاصفه صح ولا لا؟ يعني لما بتشد هو اكيد مش حيكون في نتيجه، بعد اللحظات هذه ممكن تكون عاش في مشكله ممكن. لكن في حاجه ثانيه يعني معلش نبي نوضحها توانية، انا لما نتلاقى باي نساء من اي مجتمع عربي ثاني أول ما تسألني إن ليبيا فيها كذا، فيها مباني، فيها نساء متعلمات، يعني إحنا اللي عندنا في ليبيا مو الدكتور المنتصر بده يعرف يعني شنو عندنا في ليبيا، إحنا عندنا أشياء يا مرة أنا حاجات ما شفتهاش حتى هنايا، عندنا مباني وعندنا سيارات وعندنا شركات، أنا لولا أنا عندي شركة ومنتخبة ويعني، لكن هم كل ما تسألني كأنه جمل وصحراء وبصراحة يعني هذه فكرتهم علينا، يعني لا تقصير في الإعلام. حتى في المرسوحة اللي المرة اللي فاتت كان في حفل وكانت فيه لابسة باللبس الليبي، فكانت هيك شوية المهم شت في لقطة هيك هي مش حلوة، فأخذتها واحدة قالت آه هو هذا المجتمع الليبي أنا حننزل عليه. لا شوفي المجتمع الليبي فيها أنا فيها هي فيها هي، يعني هي هذه احنا العينات اللي عندنا وهالبرة عندنا منها النوعية دي. فلهذا أنا نبيك تاخذوا على فكرة إن ليبيا بلد حضاري، يقول لك لا ليبيا حرب، لا لي حتى السيول اللي صارت في درنا مسبوقة للحرب. كان في تكاتف. لا في يعني مسبوقة للحرب. النظام الاجتماعي اللي ظهر بين داخل ليبيا أسهل العالم. أسهل العالم. وسموها فزعة صح؟ فزعة. ايوه كنت متابعها باعجاب شديد جدا. حاولوا يا عيني يفرقوا بين الشرق والغرب وان في زي اليمن كده الشمال والجنوب والكلام الفاضي ده مفيش. الازمه جمعت في ليبيا طبعا ديرنا في الشرق مش كده؟ اه والغرب بقى قالك ده بيقول لك حاجه والحكومه حاجه مش صحراء وجمل اسقطوا كل الحسابات. حقيقه حقيقه شكرا لكم. تحيه للشعب الليبي حبيب. لا في ناس بتسال. ايوه في ناس بتسال. ايوه هذا الدكتوره رهيله حسين ناصر عمير صعود للمنصه تكلمنا عن اصعب حاجه مرت بيها. اتفضلي يا دكتوره رهيله اتفضلي. انا عارف ان مريتي بتجارب كتير صعبه في عملك ونجاحاتك. اتفضلي. طيب تعالي قولي لنا اتفضلي. بعد الفقره برضه احنا هننتظر اسئله بس هنعمل فاصل كده حاجة كده شعر كده هتقول الأستاذة وده احنا خلال نصف ساعة خالص إن شاء الله بإذن الله الجلسة الثانية أقصر من الأولى يعني. ونحيي سيادة المستشار عصام شيحة عصام بيه شيحة إنه صامد لحد دلوقتي نحييه.
وجوده ليه دور يعني انا احاول ما اطولش يعني الحقيقه. اتفضلي يا دكتوره رايد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انا فقط من الجانب العملي يعني عندما تخلت يعني المناصب هي اللي اكثر شيء اللي واجهت فيها صعوبه. اولا مثلا عندما مسكت راس قسم علم النفس كلية التربية، احنا بعد الحرب كل شيء يعني انهاد وكذا، ايوه المبنى او كان من الداخل او حاجه زي كذا. كيف حاولت؟ كان فقط تكليف وليس تعيين، تم اعطائي، فكان لك تحدي ان اعيد هذا. كانت فقط غرفتين غرفتين يعني دكتور اسلام، اني اعيد هذا المكان من جديد. طبعا بجهود كانت ذاتيه وجهود نحن نحاول نلقى بعض التجار او فقط، وفعلا تم اعاده هذا قسم علم النفس وعطاء الحياه فيها. وكمان في بالنسبه لك كان اللي هو عندما تقلت منصب رهبه الدراسات العليا نفس الشيء واجهت ولا زلت اواجه طبعا، بس رغم هذا كنت اشعر بسعاده ان عندما انجز شيء اني فخوره بنفسي اني انجزتها رغم الضغوطات وعانيت. يعني الدكتور المعتز كان دائما بيقول اطلعي، مش دلوقتي يعني انا السنتين دي واجهت ضغوطات كثيره يعني من غير كانت ظروف اللي هي ظروف زوجي طبعا كانت في ظروف مرضيه. رغم انا على فكره في ضغوطات كانت ثانيه، وانا كنت المفروض انا ما اقدرش احضر الندوه دي السنه، يعني جوزي تعرض للجلطه خلال في 3 اسابيع. ايوه اللهم لك الحمد، بس تجاوز الحمد لله يعني خلال ال3 اسابيع الازمه انه بدا يمشي بدا يتحرك وكذا. كان هو من دفعني اني انا اطلع لمصر. كنت اقول له لا انا مش ما اقدرش اطلع في الفتره دي، كان يقول لي لا اطلعي انت السنتين الماضيه ما رحتيش، وكنت دائما في حاولت انك نتيجه الظروف اللي كنت تمر فيها اعتذرتي. الان انا اقول لك روحي يعني ورحت يعني وجيت، وانا بس اكثر كنت اكثر اطمئنان ان انا يعني وجدت يعني زوجي هو مين يدفعني اني اكون بينكم يعني. واشكرك. اتبقى فقرتين، فتره شعر والدكتوره نورهان هتكلمنا عن صحه المراه. بعد الاول ندعو الشاعره العظيمه الاستاذه وداد سلام الجرانه. طبعا هي شعبيه جامده جوه الشبكه يعني. معانا بقى سنوات طويله مستشار رئيس الشبكه مساعد رئيس الشبكه للشؤون الثقافيه ونائب رئيس لجنه التحكيم وعضو الهيئه العليا المنتخبه. يبقى هنضيف فقره ثالثه الدكتور علاء الدين باظه هيقول، بس عاوزين نخلص في خلال ربع ساعه جميعا. ماشي؟ شكرا. اتفضلي يا استاذه وداد. انتوا متعودين تسمعوا مني شعر حب وغزل، المرة هي اختلفت الأمور. دموع الصمود. يا صبية العرب لا تحزني، فوشاحك الأبيض من نسج النقاء. يا ابنة الأوطان كلها، يا من طافك الأنبياء، وصعد من ترابك محمدا إلى السماء، والخليل استوطن الأحشاء. لا تبكي، مناديل الحزن مزقها الشرفاء، ورسموا فوق جبينك حمامة، وزنروا خصرك بزنار أسماء. حبيبتي لا تبكي، فقسما دموعك ستكون نار، بكل قطرة له من صهار، بكل آه سيلحق بعدوك انكسار. لا تبكي، ارفعي قامتك، ارفعي قامتك يا شقيقة القسام، فأخوك شهم لا يصبر، لا يصبر على من يرسم في كفك العار. سيصرعهم ويقصفهم وعيدا واستنفار. من سماء غزة رعود وانهمار. لا تبكي، فبين عينيك وعيني قصة وشعر،
ثورة حتى النصر وعد سأو فيه حتى لو كنت أحتضر أنت نبض أمتي وأنا نبض الكتاب فبين دفتيه أنا وأنت وترابك ومسرى رسولك لن يحرق الكتاب لن يحرق الكتاب. شكرا جزيلا ونصر لغزة بإذن الله. الدكتورة نورهان صلاح مصطفى تفضل تحدثنا عن صحة المرأة، معك 4 دقائق. أربع دقائق بقي 12 دقيقة نوزعهم على 3 شخصيات يعني. شكرا. مساء الخير. أنا هتكلم في موضوع بسيط جدا مش هطيل عليكم. أنا بس بشوف إن يعني سبب مشاكل المرأة كلها هي إن إحنا قبل ما نعلمها وقبل أي حاجة إحنا لازم نشتغل على الصحة النفسية بتاعت المرأة. للأسف في سيدات كتير جدا بتتعرض إن هي الأزواج نرجسيين، بيفقدوها كتير من ثقتها في نفسها، بيعلقوا كتير على شكلها، على وضعها الصحي، على بيفقدوها جزء كبير جدا من ثقتها في نفسها. الست دي احنا بنفضل نقول لها كملي وعيشي وتجوزي وافضلي يعني ما تطلقيش، لكن للأسف هي بتكون مدمرة نفسيا. لازم نعلم الست ازاي يكون عندها ثقة في نفسها، والثقة في نفسها دي مش عمرها ما تبقى موجودة إلا لو الست اهتمت بنفسها الأول. لازم الست تهتم بصحتها الجسدية. السيدات في الوطن العربي للأسف بيهملوا صحتهم كتير جدا. الست طول الوقت مشغولة ببيتها مش بتهتم بصحتها. لازم السيدات كل سنة، وبتكلم الكلام ده للجميع سواء سيدات أو رجال، يعملوا تحاليل للكبد والكلى وسورة الدم الكاملة، يطمنوا على صحتهم. لازم السيدات دايما ياخدوا بالهم من صحة العظم. أغلب السيدات اللي بيجولي في العيادة كلهم عندهم خشونة في المفاصل واصلة لمرحلة من الدرجة الرابعة، وبيلجأوا كتير منهم لتغيير مفاصل. يا ريت يا جماعة نهتم بصحتنا ونهتم بإن احنا نحافظ على وزننا وجسمنا. اي وزن زايد بيأثر على مفاصلنا، بيخليكي مش هتقدري ان انت تعطي لاولادك وتعطي لبيتك وتعطي لنفسك اولا. دي حاجه مهمه جدا. لازم دايما يبقى بناخد فيتامينات، ده مهم جدا. ونحافظ على نسبه الكالسيوم في جسمنا بالنسبه للسيدات، لان للاسف السيدات بيعانوا كتير جدا من نقص الكالسيوم بسبب الحمل والولاده. ده بياخد كتير من جسمهم. انا حبيت اتكلم في النقط دي عشان انا يعني بتضايق لما الاقي ستات كتير يعني للاسف صحتهم ضايعه جدا ووصلوا لمراحل وحشه، عمليات ومشاكل عظام كتير. فياريت نهتم بصحتنا. شكرا دكتورة مرهان صلاح مصطفى. دكتور علاء الدين عبد الوهاب باظه، استشاري صحه نفسيه ومستشار الشبكه، معاك 4 دقائق ثم كلمه ختاميه للدكتوره زينب الاغا 4 دقائق، يبقى هننتقل للعشره بعد 8 دقائق من الان. ارجو ان كل حد يعني على قد الوقت بالظبط. 4 دقائق يا دكتور علاء. انا هلتزم ب4 ثواني يا دكتور معتز، بس حضرتك بتوترني. يعني حبنا لحضرتك بيخلي حضرتك يعني ايه بتضغطنا. انا مش هطول على حضراتكم، انا اعرفكم بنفسي الاول. انا علاء باظه، استشاري الصحه النفسيه، حاصل على ماجستير صحه نفسيه، باحث دكتوراه، عندي خبره اكتر من 15 سنه في مجال الصحه النفسيه وفي مجال التجاره، مؤسس لشركه تراست وورلد، صاحب ورئيس مجلس اداره شركه سيفتي لايف. اتشرف طبعا بان انتمي الى شبكه الاعلام المراه العربيه. مبدئيا يا عزيزي كلنا مرضى نفسيين، دي المقوله بتاعتي اللي دايما احنا كلنا لازم نبقى عارفينها، ان كل واحد فينا عنده مشكله، كلنا هذا الشخص.
اقول لحضرتك هنعمل تجربه دلوقتي عمليه على ارض الواقع مع حضرتك. معايا انا؟ اه انا سجل السعاده انا مش احلى الظروف انا سعيد. انا عايز واسمي سعيد. انا مبدئيا يا حاج سعيد عايز اعقب على كلام حضرتك وكلام دكتور عبير ما شاء الله الله اكبر عليكي حاجه ممتازه ما شاء الله الله اكبر عليكي. عايزه تعمل الاختبار النفسي بتاع الصحه النفسيه ده معايا. و تحت امرك انا هعمله مع الناس كلها. انا 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 وصلت في الصحه النفسيه الحمد لله عندي براءه اختراع ما شاء الله ما شاء الله مسجلها ملكيه فكريه هي تحديد نوع الجنين من خلال معادلات حسابيه نفسيه. ما شاء الله. يعني انا ف في الصحه النفسيه دايما احنا واخدين انطباع ان احنا بنروح نفضفض، احنا عايزين حد يسمعنا، عايزين حد نفضفض له. الفضفضه هي نص العلاج. 50% من العلاج فضفضه. بس مش دكتور نفسي. حضرتك فضفض او دكتور نفسي يكون بعيد عن الاريا بتاعتي. يعني حضرتك فضفض لحد ما تعرفوش وبعد ما تخلص كل الكلام اللي ما بيتقالش لاي حد خالص اعمل له بلوك بقى عشان ما يعرفش يوصل لان حضرتك مش هتعرف هو هيستخدم الفضفضه دي امتى. اقول لك حاجه قبل ما اتكلم. انا كل ليله افضفض له في سجدتي. احترم كلام حضرتك بس عندي راي شخصي في مجال الصحه النفسيه من وجهه نظري. انا متبني بعض الرسائل اقولها لحضرتك دلوقتي. اول حاجه يا عزيزي كلنا مرضى نفسيين. في ضغوط نفسيه كلنا. مفيش حد على وجه الارض مفيش حد على وجه الارض ما عندوش مشكله. لا ضغوط نفسيه في ممكن يكون في 1000 مشكله هم اندر كنترول. يعني حضرتك عامل عليهم كنترول. في ضغط نفسي اكبر مما ده بحمله وحد تاني عنده بس في مشكله عند حضرتك ملهاش حل. ودي التجربه اللي انا عاملها مع الحاج سعيد ان انا اقول لحضرتك ازاي تتعاملي مع المشكله دي. يعني المشكله اللي ملهاش حل دي ازاي تتعاملي معاها. خد لك دقيقتين زودتك دقيقتين و ماشي وانا موافق. بحيي حضرتك جدا يا حاج سعيد على اقتراح فكره والدكتور عبير على اقتراح فكره اختبار التوافق قبل الجواز. دي نقطه في منتهى الاهميه. وانا شايف بصراحه يا دكتور معتز حاجتين عايز اعلق عليهم. في طاقه ايجابيه حلوه قوي 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 قوي. في روح ايجابيه موجوده في المكان. صحيح. وانا لبست الشاره البحرانيه وكنت شايف شال فلسطيني بس مش عارف بقى فين. انا عايز اقول رساله بمناسبه القضيه الفلسطينيه. رساله بمناسبه القضيه الفلسطينيه. رساله بمناسبه القضيه الفلسطينيه يا جماعه من وجهه نظري انا كصحه نفسيه للقضيه الفلسطينيه احنا محتاجين دور شبكة إعلام المرأة العربية في حل المشكلة الفلسطينية من الناحية التنموية الاقتصادية. يعني احنا دلوقتي كشعب عربي حضرتك ممكن تقول لي حاجة واحدة احنا متميزين فيها عن الغرب؟ في حاجة واحدة أستاذ حضرتك؟ كنا في لغة واحدة هو اللي صورت مرة أستاذ حضرتك عاوزه؟ هاتي لك دقيقة يا دكتور علي هتلمس الوشاح هتلاقي دقيقة خلصت يلا. بس دقيقة وانهي عشان بس مرتبطين بمواعيد حاضرين كلهم. شبكة إعلام المرأة العربية لها دور كبير جدا في تنمية الشباب وزراعة شباب واعي مثقف اقتصادي اصحاب شركات نقدر من خلال الشباب والأطفال إن احنا ننمي فعلا مجتمع ناجح. جيل 95 وجاي الجيل بتاع 95 مواليد 95 وجاي عندهم افكار رائعه ولكن طريقه التنفيذ ضعيفه. فهم محتاجيننا ومحتاجين الصحه النفسيه ومحتاجين كل الناس اللي عندها. بكره ان شاء الله هنديك فرصه باذن الله في حفل العشاء تقول كلام تاني. بنشكرك جدا يا دكتور عليا ونوجه لك التحيه. بس هي في حاجه بسيطه عايز اقولها. طيب اتفضل. شكرا لحضرتك يا دكتور. ربنا يخليك. بس يا دكتور بس بعلق بس على كلمتها بس. كيف اكون عندي مريض نفسي وانا بين اهلي واحبابي؟ دكتوره زينب الاغا نشكرك يا دكتوره زينب الاغا مسك الختام.
هتقول معاها خمس دقائق وهننهي بعد كده وهنتفضل جميعا لحفل العشاء. بس ادعو الشخصيات الرائده ان يظلوا في القاعه الشخصيات الرائده، والاستاذه ابتسام والاستاذه اسماء وسياده المستشار عصام والمهندس محمد كناني يبقوا في في القاعه. استاذنت من الدكتوره حاجه صغيره. اتفضل. اخجل الكلام، اخجل الكلام وعاجز اللسان خمس دقائق، فما كنت سببا فيه لن يكفي شكرا لضاهي. فلا تبخل بعلمك، فلا تبخل بعلمك عن احد، بعلمك عن احد، ولا تترك حائرا بلا مدد. بطيب قلبك تعرف وبكرم شمائلك توصف. نخشى عليك من الحسد وندعو لك بطول الامد. هل علمتم عن من اتكلم؟ يستاهل والله يستاهل. قلت لكم قليل مما أعلم، فإني سمعت الكثير، وقيل لي ما قيل، لكن ما رأيته أكثر بكثير. فكنت لي قدوة، فكنت لي قدوة، وأصبحت عالما كبيرا. فمن لا يعرفك فاته الكثير، فاسمك للسامعين رمز كبير. فما احتاجك احد الا وساعدته، وفي طريق الله كنت نصيره. فدعوتي لك ان ينير الله دربك ويزيد من العلم الكثير، ويزيدك من العلم الكثير. هل علمتم عن من اتكلم؟ قلت قليل ما اعلمه. فالحمد لله من صفاته، والثبات موقف عرف به، وبفضل الله حظينا به. يكفي الحديث بقول أستاذي الأخ الأكبر والمعلم والقائد زعيم الروح ونبض القلب دكتور الأستاذ دكتور الإعلامي معتز صلاح الدين. سلاما طيبا مباركا فيه لشخصك الموقر مستشار الإعلامي الدكتور العظيم دكتور معتز. ربنا يخليك. شكرا 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 دكتور علاء، يمثل جيل الشباب، ويعني الحقيقه عنده عياده ناجحه جدا في الشيخ زايد، وانضم لنا يعني هيكون اضافه لينا. مسك الختام الدكتوره زينب الاغا، بنديها 10 دقائق وبس، ارجوكي 10 دقائق فقط. شكرا. دقيقه ما هياخد اكتر. اتفضلي. بس بدي اقول الهدف من وراء اجتماعنا اليوم هو انه نضلنا نحكي مع بعض ونتشاور ونشارك نتشارك هيدي الخبرات، بس ما ننسى شيء كثير مهم يلي هو ديننا محور حياتنا. كل الاراء يلي بنسمعها اذا ما بتخالف الدين اكيد بناخذ فيها. اي اراء بيحاولوا يدسوا فيها السم بالدسم مثل ما انا دائما بقول، عم تاذينا وتاذينا افكارنا. بخ السم عم بيخلينا نشتغل برواق لحتى نحن ننشر الخير شوي شوي لحتى نوصل للشيء اللي بدنا اياه، اللي هو رسالة الأنبياء يلي بنقتدي فيهم ومعهم ونرتقي فيهم ونرتقي معكم كمان، من التعليم العلم الصافي مثل ما قلت لحتى ننتقل من براعة التعليم على شو نحن عم نتعلم لا سمو التدريب لحتى ندرب الآخرين، مش على الأفكار المغلوطة والمسمومة يلي عم تأذي جيلنا، بس على الأفكار الصحيحة يلي سر الدنيا كلها بتوازنها. الرؤية أكيد كل ما بنتعلم أكثر ونتثقف ونسمع الدورات التدريبية هي أحسن لنا، لأنه الاستدامة هي عين التنمية، مثل ما الأمم المتحدة والآخرين هلا عم بيحكوا عن الاستدامة، كيف بنقدر نعمل هيدا إذا ما منغذي روحنا ونفسنا بالعلم لحتى نرتقي للصفاء الذهني والسلام الداخلي. كتير صعب هيدول الكلمات بدقيقة أو دقيقتين نشرحهم، بس يلي بدي أقول لحتى توصلوا لهيدا الصفاء ما فينا نبعد لا عن القرآن ولا عن الدين. كل الأفكار اللي عم بيحاولوا يغزوا لنا دماغنا فيها هي عم تأذينا، وبدل ما يسهلوا لنا العلوم عم بيصعبوها علينا أكتر، بس نحن دايما بالمرصاد، لأنه إن شاء الله ديننا يعني عم بدنا نحميه. أهم شغلتين نحن كنا المجتمع العربي يعني بنتميز فيهم هو تدعيم بنيان الأسرة يلي عم بيحاولوا يفككوها شوي شوي،
عم بدهم يقتلوا التاريخ، يعني كل شيء ماضي عنا اياه، عم بيقتل الشيوخ مثل ما عم بيصير حاليا بفلسطين، او عم يستشهدوا كمان الشباب يلي هن عم بيحاولوا يخربوا علينا الحاضر، ونفس الشيء رح يعملوا بالمستقبل، لانه كل الاولاد عم بيحاولوا يقتلوهم وهن بعد ما تعدوا السنه او السنتين. فاذا بدكم توصلوا للسعاده مثل ما قال يلي هي قرار، بدكم انتم تبحثوا عن جوده حياتكم يلي هي احوج ما نحتاجه حاليا، هو علم الدين الصحيح ويلي مش فيكم تسمعوا من مين ما كان. سلحوا نفسكم بالعلم بالمهارات الحياتيه يلي هي اصلا الحياه كلياتها مدرسه، مش بس كل شيء قديم تعلمناه صح، ولا كل شيء عم نتعلمه حاليا هو صح، ما بيصح الا الصحيح يلي هو بس علم الدين. وغير هيك انا شخصيا ما بعترف فيه ولا بسميه علم ولا بسميه الا عم بيحاولوا يشوشوا على افكارنا ويشتتوا لنا انتباهنا، لانه انا معي ماجستير بالتربيه، وبذات الوقت كانت يعني عم بدرس ماجستير بالبزنس ودكتوراه بالتربيه الخاصه والدامجه. لما جمعت كل هيدول العلوم عرفت انه نحن اذا ما رح تكون عنا مساحة العطاء هالقد واسعة، انه مثل ما قالت اللي تكرمت وبتستاهل هيدا التكريم حقيقة الأم المثالية، لما عنجد بتستاهل لما فكرت بالآخرين وكيف تعطي الآخرين، هيدي الأفكار اللي عم بيحاولوا هيك يغسلولنا دماغنا فيها أو يعملولنا برين ووش، يعني يغسلولنا دماغنا، أنت أولا لا، لما نعطي منحس انه نحن وعم نمنح بسعاده اكبر من ما عم ناخذ. فشكرا لكم كثير انه انتم اليوم موجودين معنا، وضلكم مش بس يعني مثل ما انا وصلت انه فتحت مركز زينب اغا للتطوير والتدريب المهني والاداري، هو بفضل لانه ما بس حضرت التكريم الشخصيات يعني موسوعه الشخصيات النسائيه العربيه الرائده لثاني مره وخلص وتركت واهملت هيدا الشيء، كنت على تواصل يومي دائم مع دكتور معتز، وبفضل الله اولا مثل ما قال توفيق من الله، رضا الوالدين والزوج والعائله وغيرها، بس كمان لما رب العالمين بده شغلة تصير بهيئ كل الأسباب لإلها إنها تصير، بيوقفوا معكم أشخاص عن جد قد تكونوا لا بتعرفون ولا بيربطكم فيهم دم. بس إذا بدنا نتمسك بشغلة نحن كمجتمع عربي، هو تماسكنا المجتمعي مثل ما قال صار بليبيا، التضامن الاجتماعي اللي صار بيناتكم، هيدا يلي بيفقدوا الغرب ويلي بيحاولوا يصوروا لنا صورة انهم be the strong independent woman، وبس لا، هدف التربية تكون مستقلة، الوحدة او يعني المرأة او الرجل كمان يكون منتج مستقل سعيد ومتماسك، يعني يخاف الله يتقي الله بكل شيء بيعمله. مثل ما قلنا يعني حاختمها، الاخلاص هو اكسير العمل. بس شكرا. شكرا جزيلا معالي الدكتورة زينب الأغا نائب رئيس الشبكة، شكرا لكل الحاضرين والحاضرات، شكرا لكل امرأة عربية رائدة. في ختام هذه الندوة حفل التوقيع، أولا بذكركم بدعوة الغد وجماعة اللي تسلمتوها، إن شاء الله منتظرينكم بدءا من 6:30 مساء. بشكركم جميعا. دكتور ربع ساعه ممكن أقول قصيدة على أساس ما قالت؟ تفضل. طيب يعني حنمد الوقت عشان دقيقة واحدة. تفضل. دقيقة واحدة علشان أساس أعلمك إن الصحة النفسية لما أكون مع الأحباب هنا تكون بوم أدي كده 100%. يقول سلام مني أبرسل لك سلام، قبل العقل ما يصيب الجنون، غرامي لك ماكو مثله غرام، عارفة. هذه طبعا قصيدة أنا كاتبها لزوجتي عشان لا أحد يروح فكرة بعيد. أيوة. عارفة أنتي منه أنا ومن أكون، الحب تضحية مو بس كلام، ونظرة إعجاب بسهب العيون، والعطاء من غير مقابل بالتمام، وتعرف حبيبك وتعرف من تكون. يسألوني هل الحب جايز أو حرام، يسألوني هل الحب جايز لو حرام، وهم
في شرع المحبة يكفرون بالمحبة، الحياة تستمر أعوام وأعوام، فراق المحب يقابله بعض الجنون، بس حذاري إن وقعت بالحب والغرام يا مستشارنا بتسهر الليل كله وما بتضمن لك عيون أو جفون. سلامتكم. شكرا جزيلا. احنا بعد 10 دقائق تفضلوا تتناول العشاء بعد 10 دقائق، الان انهي هذه الجلسه الثانيه واشكركم جميعا. 10 دقائق دول فرصه تلتقطوا الصور التذكاريه مع بعضكم البعض، وبعد 10 دقائق ان شاء الله تدعوكم للعشاء. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.